Hey guys with much peace and love, انا بلال مدن والفيديو ديال اليوم على دوال الستوديو. بزاف ديال منكم جاو كيقولوا لي على انستغرام عافاك بلال شنو هي الدراسه المزدوجه ولا شنو هو دوال الستوديو في المانيا. دونك اليوم وصل النهار باش نعدل لكم فيديو على شنو هي دوال الستوديو باش تعرفوا كل شيء وتاخذوا واحد الفكره على شنو هي دوال الستوديو وتكونوا حتى نتوما عاملينها اوبسيون في الطريق ديالكم لالمانيا ولا مزيت بالخصوص تكونوا هنايا في المانيا. انا غنقول اختار على الموضوع. اذا كنت اول مره في هاد الشين كتخصكم ما كيتعلق فاينانشال اورجانيزيشن بودكاست بزاف مواضيع والحياه الالمانيه اللي كتخرج جزء كبير فحال الفيديو اللي كيدوز اليوم في السلسله ديال الحياه في المانيا. اذا كنتو عجبكم الكونتوني ولا عندكم شي سؤال خليو فولو في انستغرام وطرحوا عليا الاسئله ديالكم تما. وقبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم طبعا شوفوا الفيديو هذا اللي كنهضر فيه على المدن كونسلتنسي اللي فيه بزاف ديال الحاجات على التوجيه والارشاد. 8 سنين قبل كنت ساكن في تطوان وكنت باغي نجي لالمانيا وما عارفش مين نبدا ومين نسال. فوقاش ناخذ الترمين؟ فوقاش خصني ندوز الامتحان ديال اللغه؟ شمن النيفو ديال الامتحان ديال اللغه اللي خصني نكون عندي؟ فوقاش كاين الدفع ديال الجامعات؟ فوقاش نبدا نقد التوصي ديالي ديال الفيزا؟ وبزاف ديال الحاجات اخرين كانوا مرونين لي راسي. الفكره ديال المانيا كانت كاينه ولكن كيفاش كدوز البروسيس وشنو اللي خصني نتعامل؟ ما كان عندي حتى شي فكره. ومن بعد 8 سنين ها انا دابا جيت من المانيا، ساليت البريود ديال اللغه، ساليت القرايه ديالي، كنت كنخدم في الوقت ديال القرايه ديالي، فين نسيت لي زيتود ديالي راسي، بديت كنخدم، جيت من برلين، خديت الجنسيه، وهادشي كامل عملته في هاد الاخر ديال 8 سنين هادي اللي انا عايش هنا في المانيا. وجمعت في هاد الوقت هادي بزاف ديال الاكسبيريونس من ناحيه القرايه، من ناحيه الخدمه، ومن ناحيه الحياه في المانيا اون جينيرال. ودابا جيت لكم بالمدن كونسلتنسي اللي فيها واحد العصاره ديال هادشي كامل اللي تعلمته في هاد 8 سنين، وعطيت لكم الفرصه باش تستافدوا من هاد الاكسبيريونس اللي جمعتها عن طريق بزاف ديال لي زوفر اللي كاين الاوفر ديال لابيل جينيرال اللي كتقدروا فيها تطرحوا الاسئله ديالكم كامله من ا حتى زد والثمن ديالها 199 درهم، وكاين لابيل ديال رود ماب تو جيرماني اللي الاغلبيه ديالكم حتى لحد الان هما اللي كياخذوها واللي فيها كنرسم لكم الطريق من ا حتى زد باش تبداو وباش تساليو والبروغرام اللي كتبداوه قبل عام، وفيه حتى هو كطرحوا الاسئله ديالكم كامل والثمن ديالها ب 499 درهم. وكاين لي زوفر اخرين بزاف من ناحيه الناس اللي بغاو نشبر لهم في يدهم ونمشي معاهم في البروسيس كامله، يعني نعاونهم في دفع الجامعات ونقاد التوصي ديال الفيزا وكل شيء. وهذا الشيء كامل كيدوز بروسيس سهله، ما عليكم غير تكتبوا لي ميساج على انستغرام ولا تخليو كومونتير هنا ولا تكتبوا لي ايميل. هذا الشيء كامل كتقدروا تجبروه هنايا ولا تجبروه في الموقع ديالي bilalmudan.com، وتما تقدروا تكونتاكتيوني بالخصوص على انستغرام وتما كدوز بروسيس سهله وسهله بزاف. ما عليكم غير تعمروا واحد الاستماره باش كنعرف البروفيل ديالكم، كنعرف واش نقدر نخدم معكم ولا لا، كتجاوبوا على ديك الاسئله ساعتك ملي كتشبروا كتقروا شمن اوف بغيتو كتشبروا كتعدلوا فيغمون ساعه كنعطيكم الرقم ديال التليفون ديالي اللي كيبقى دائما معكم، واللي هي واحد الحاجه مزيانه حيت شوخه كتعدل الابيل كتبقى حتى ما عندك مور داك الشيء كنبقى دائما مع التواصل معك. دونك شنو كتسنى؟ عندك الحلم ديالك باغي تجي المانيا وما عرفش منين تبدا، ما عليك غير تكتب لي ميساج على انستغرام ونبداو الرحله ديالنا مع بعضنا. دونك كيف ما شفتوا اذا كنتم مهتمين كتبوا لي غير على انستغرام بالنسبه للناس اللي مهتمين بالتوجيه والارشاد. وبلا ما نطول عليكم الفيديو يلا ندوزوا للفيديو اليوم ونشوفوا شنو هي الدراسه المزدوجه في المانيا. شنو هي الدراسه المزدوجه ولا شنو هي دوال الستوديو؟ اللي خصكم تعدلوا في بالكم باللي دوال الستوديو هي ببساطه كتكون كتقرا وكتخدم. عتجيو عتقولوا لي وبلال فحال فحال اوسبيلون، اوسبيلون بيدو كتقرا وكتخدم. اللي خصكم تعدلوا في بالكم باللي الفرق الاساسي ما بين اوسبيلون ما بين الستوديو هو باللي اول حاجه كتكون كتقرا في الاوني وماشي كتقرا في الشوله. الاوسبيلون كتكون كتقرا في الشوله يعني كتكون كتقرا في المدرسه، بينما شنو اسمو الدوال الستوديو كتكون كتقرا في الجامعه. الحاجه الثانيه باللي الشعب اللي كيكونوا كبار يعني الشعب اللي كيكونوا بصح ما كاينينش في الاوسبيلون ولا الناس كيكونوا غير ديال الدراسه كتجربهم حتى تما في دوال الستوديو، وفي نفس الوقت كتكون كتقدر تخدم فيهم. يعني مثلا اذا كنتي مثلا شي حاجه تعدل بي في ال يعني بزنس ادمنستريشن عتجبروا كاين في دوال الستوديو وعتقدر تخدم مع شركه كبيره، وفي نفس الوقت عتكون في الجامعه كتقرا دوال الستوديو ديال بي في ال. هذا الفرق الاول. الحاجه اخرى اللي خصكم تعدلوا في بالكم باللي من الافضل من الافضل من الافضل تكونوا في المانيا الا اذا كنتوا في المغرب يكون عندكم ديجا النيفو دي سي 1، حيت دول الستوديو ما كايناش باللونجلي بزاف،
كاين الاغلبيه بالالمانيه خصكم يكون عندكم النيفو ديال السي اينز المينيموم، وملي كتكونوا كتدفعوا تقريبا كتكونوا ماشيين فحال البروسيس ديال كتفتشوا على خدمه، يعني كيكون خصكم السي في تقدوه مزيان، لي تخدموا موتيفاسيون تقدوها مزيان، الشواهد ديالكم تقدوها مزيان، تكونوا كتعرفوا كيفاش تعدلوا الجاب انترفيو، تكونوا طالقين لسيركم في اللغه. على داكشي خصكم تعدلوا هادشي هذايا في بالكم. حاجه ثانيه وهي اذا كنت غتعدل الماستر ديالك هذيك ساعه ماشي مشكل، تقدر تعدلو بالليسونس ديالك ديال المغرب، وهذه هي ساعتك ما كيكونش مشكل بالمره. واذا بغيتي تعدل الماستر ديالك ديال دوال ستوديوم هنايا في المانيا، وانت ديجا عدلتي مثلا ليسونس ديالك عاديه هنايا في المانيا، تقدر ايزلي ولا بسهوله تعدل دوال ستوديوم ديال الماستر هنا في المانيا. يعني الشروط اذا جيتي باش تقول هو يكون عندكم سي ان ويكون عندكم باك بليس ان باش تقدروا تعدلوا دوال ستوديوم هنايا في المانيا. الحاجه اخرى يكون عندكم مثلا اذا بغيتوا تعدلوا الماستر يكون عندكم ليسونس زائد سي ان باش تقدروا تعدلوا دوال ستوديوم هنايا في المانيا. من الافضل تكونوا ساكنين هنايا في المانيا على باش ما تكونوش ساكنين. طبعا كما قلت لكم ماشي ما كيعنيش بلي ما تقدروش تدفعوا من المغرب، ولكن ملي كيكون الواحد ساكن في المانيا كيكون عنده الحدود اوتوماتيكمون زايدين اختار. الحاجه اخرى اللي خصكم تعدلوها في بالكم بلي كتكون كتقرا وكتخدم، يعني دابا هذا شنو هو الكونسيبت ديال دوال الشتي، كتكون كتقرا وكتخدم والخلاص كتكون كتخلص مزيان. كتكون مثلا كتخدم شهرين وكتقرا شهرين، كتخدم شهرين وكتقرا شهرين، واللي خصكم تعدلوا في بالكم ما كيكونش عندكم عطله بزاف، كيكون فريمون عندكم غير ديك العطله ديال 30 يوم العام ولا شي حاجه، يعني شهر ديالكم ديال العطله اللي كيكون عندكم تقريبا. والناس اللي كيكونوا ساكنين في فرنسا تقدروا تقولوا هو لابونتيساج، تقريبا نفس السيستيم ديال لابونتيساج في فرنسا مع دوال الشتوديوم في المانيا. وكما قلت لكم كيكون داك الشيء مضغوط، الناس اللي كتقراه في 4 شهور ولا في 3 شهور نتوما كتقراوها غير في داك شهرين، دونك كيكون عليكم الضغط ديال القرايه وكيكون عليكم الضغط حتى ديال الخدمه طبعا، ولكن كتكونوا لافونتاج كتخدموا وكتقراو وكتاخذوا صادير وكتاخذوا ليكسبيريونس، وهذا هو لافونتاج الكبير ديال دوال الستوديو. الحاجه اخرى اللي بغيت نقول بالنسبه للناس اللي ما قدروش يعدلوا او دوال الستوديو ما قدروش يجبروا فيها موطا، تقدروا تعدلوا الدراسه ديالكم العاديه وتقدروا تفتشوا على فيرك ستودانت اللي هنايا في المانيا، وهذا الشيء هذا اللي عدلت انا، كنت كنقرا قرايه ديالي عاديه وفي نفس الوقت كنت كنعدل فيرك ستودانت. كتقدر تقدر تخدم حتى 20 ساعه في السيمانه، وفي الاوقات ديال العطل كتقدر تخدم حتى 40 ساعه في السيمانه، وكتقدر تخدم مع شركات كبارين وكلشي، وداك الشيء اللي عدلت انا الحمد لله وجاب الله التيسير. دونك اذا ما تقبلتوش في دوال الستوديو تقدروا تشوفوا هذه كالترناتيف. الحاجه الاخرى وهي كيفاش تقدروا تدفعوا لهاد الدول الستوديو. طبعا كما قلت لكم الشروط هو يكون عندكم باك بليس 1 ويكون عندكم سي 1 اذا كنتم جايين من المغرب، واذا كنتم في المانيا ديجا خديتوا ليسونس ديالكم ولا عندكم ديجا ستودين كوليغ ولا شي حاجه، دونك زعما كيتحتاجوش الباك بليس 1. يعني طبعا كيكون ساعتك ديجا عندكم ستودين كوليغ ديالكم، واذا كان عندكم باشلور ديالكم ديجا في المانيا حتى هو ما تحتاجوش الباك بليس 1 ولا المعادله ديالو ولا شنو ما كان، تقدروا نيشان بداك ليسونس ديال المانيا والسي اينز تشبروا تفتشوا على دول الستوديو في الماستر. هادو من ناحيه ديال الشروط. طبعا حتى السي في ولا تخدم موتيفاسيون تقدوا الدوسي ديالكم مزيان بحال اللي تقول كتفتش على خدمه. الحاجه اخرى وهي بكل سهوله في جوجل عدلوا الفيليغ اللي باغين تقراوه، مثلا بي في ال دوال ستوديوم، وكتبوا المدينه اذا كانت كتهمكم من المدينه، مثلا بي في ال دوال ستوديوم ان برلين، ولا مثلا الكترو تيشنيك دوال ستوديوم ان هانوفر. يعني كتعدلوا هذا الكود هذايا اللي عيبان لكم هنايا، وتما كتقدروا تجبروا بزاف ديال لي زوفر ديال دوال الستوديو، ما عليكم غير تدفعوا، وكتدفعوا نورمالمون للشركه والشركه هي اللي كتصيفطكم ساعتك لونيفرسيتي. دونك هذا كيفاش كدوز بروسيس. طبعا بصح حتى صورتوا الفيديو حتى الاخر، اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعدلوا لايك كومنت وسبسكرايب. اذا كان شي واحد فيكم عامل دوال الستوديو يخلي في الكومنت الاكسبيريونس ديالو، ولا يكتب لي على انستغرام ويقدر يطلع معايا لايف ديجا. شكرا بزاف كما قلت لكم حتى كتفرجوا الفيديو حتى الاخر وعلى السبورت ديالكم، شكرا بزاف بزاف من اي واحد اللي كيسبورتي اللي كيكومونتي اللي كيبارطاج اللي كيعدل سبسكرايب. اي واحد فيكم كنشوفكم كاملين، شكرا بزاف حتى الناس اللي كياخذوا التوجيه والارشاد. الحمد لله كنا عدلنا واحد الانيسياتيف ديال 50% ديال الثمن اللي عنجمع من التوجيه والارشاد عن تبرع به الجمعيه الخيريه، والحمد لله تبرعت به الجمعيه الخيريه ديال اليتامى في طنجه وصلوا من الفلوس والحمد لله كلشي مزيان. والحاجه الاخرى هي بلي اختار من 25 واحد فيكم من عن طريق المدن كونسلتنسي مشاو المانيا، دونك اذا كنت انتينا تالف ما عرفتش منين تبدا ما عليك غير تكتب لي ميساج على انستغرام اللي عيبان هنايا، ولا تعمر هذا الفورميلير اللي عيبان هنايا وساعه نقدر نتواصل معك على التوجيه والارشاد من المانيا. شكرا لكم بزاف، وكما كنقول دائما حتى الفيديو اللي ماجي كيف ذا جرايند كيف ذا حاصل.